يلا يا بت فتحية، ابوك يجرب يعاود، مش لازم يشوفك لا يقطع خبرك. الله يسهل لك طريقك بعيد عنيني. تقولي ايه لابو عاد؟ هقول ايه لابوك يا عاد؟ هقول له بنتك هجت وسبت الدار. ماشي ماشي يا مرت ابوي. ولا تحب اقول له بنتك عشقاني وحبلة كمان؟ يا ولية يا مفتري، انت تعرف ان انا لا حبلة ولا عشقاني، وعارف ان اللي نبني نبني من تحت راسك انت واخواتك الطلوقة. طب قفل قفل على الحديد الماسخ ده. ماسخ حديتي دلوقتي بقى ماسخ؟ هو الحق يزعل؟ حق حق ايه يا ام حق؟ حق ايه؟ حق ربنا، حق ربنا اللي ما تعرفيهوش. بقول لك ايه، خدي عنوان الناس اللي هتدلي حداهم. ابوي يعرفهم؟ لا يا ناس، لو يعرفهم هيعرف يجيبك. ويلا همي قبل ابوك ما ياجي ويطربقها على دماغ الكل. غاري ماشي همك، بس لازم تعرف اني ماشيه من هنا بخطري، ماشي عشان مش طايقه اشوف خلقتك العفشه. فرجالة رجالة ترجعي. وعد مصر، وعد مصر، وعد مصر، وعد مصر، راح مصر. ايوه هتحطها فوق ولا لحجري؟ لا لحجري. طب يلا اطلع. يلا يلا يا استاذ شاشة، يا استاذ عايزين نمشي. خلاص اهدى شوي. هم شوية يا خوخ، القطرة هيفوت لي بيه. بلبس الواد يعني خرجوا عريان يعني؟ خلي بالك يا شوقي، زي ما قلت لك ووعيتك، اوعى البط يخرج بره، انت فاهم ولا لا؟ ما تقلقيش يا لواحظ، انا عايزك تحطي بطنك بس، مش قادر البطيخ صيفي. صيفي؟ انا ما اخش منك الا كلام، كلامه بس. ما انا طول عمري بسمع كلامك. تسمع كلامي؟ انت يا زفت يا اللي جوه. يا بنت بطلي لك قعده وتعالى القطر يفوت. طب والمصحف الشريف؟ لو القطر فاتنا انا ما انا مسافره الى السنه الجايه. ايه رايك بقى؟ ولا سنه جايه ولا سنه فاتت، انا جيت اهو. جيت اهو؟ كنت بتعمل ايه يا بنتي كل ده جوه يا بيت؟ كنت بلبس الواد يامبا. بلبس الواد؟ لا انا اقول لك انت بتعملي ايه؟ واقفه قدام المرايه عماله تستبسبي، حكمان انا عارفاكي طول عمرك ميصه وميلعه. ربنا يتوب عليا من لسانك اللي زي المبرد دي. اتفضلوا قدامي يلا. يا لك اتكم الخوت. سلامت هم وحسن تنتن من العنوان من الحسد، وسلامتك يا حسن تك تك من الرمش اللي تحسد. سل حلاوتك هو ده الكلام. هو ده. فينك يا اكل؟ فينك يا زمن؟ فينك يا زمن؟ فين الهم؟ بيت يا وزه الواد صاحي. نفسي تولع وزه وسنين وزه بجد وزه.
اعمل له ايه يعني يا امه؟ الله تعالي يا بنتي عشان ترضعيه، هو اصلا نحي ينام عشان يصحى، ارضعه منين يا اختي؟ يا بنتي تعالي رضعيه. سنين عليا وعلى سنين السودة. فين؟ فين الزفت؟ هو انت اللي زفت، خدي يا بنتي ساكي. تعالى يا ابني يا حبيبي معلش ارضعك منين بس؟ ارضعك منين؟ ما انا صدري فيني من كتر الجوع، هسيبني اخد لقمة. ازيك يا بابا عامل ايه؟ عامل ايه؟ شفت يابا الواد عمال يعيط من كتر الجوع جعان ده الواد بيشتكي انت فاكراه بيعيط؟ بيقول لك واه ده لا ماما ما فيهوش غذاء الواد بيفرفر وانا قربت اكاكي انا مش عارف الحقها على مين ولا مين ولا مين ايه ده؟ بطاطس بتنجان يا رب امتى بقى اشم ريحه زفر بقول لكم ايه يا بقر يا اللي هنا بقول لكم ايه يا حوش اللي هنا انا جاي اقل ساعتين وراجع القهوه تاني هينفع في البيت الاسود ده ولا ارجع القهوه اقل ساعتين على اي كرسي يا ساتر يا رب اعوذ بالله اعوذ بالله معلش يا ابني بيتي يا وزه نعم خد ابنك شويه بره لحد ابوكي ما يروح في النوم يعني هو لو طلع بره هيسقط من العياط ما جوه زي بره الحال واحد يا بنتي ما تقومي يلا يلا يا اختي اتحركي شويه الله يما في ايه يا بنتي قومي ابوك عايز يقيل شويه جميل عليا وعلى سنين السودة السودة يلا يا اختي يا بنتي اتحركي شويه يا بت حاضر يما حاضر الله عمتك معلش يا حبيبي معلش اه يعني اه بسم الله الرحمن الرحيم تعالى لي يا بتنجاني تعالى فوزية نعم حضري لي لقمة عينيا يا اخويا من عينيا يا سلام لقمة ده انا هعمل لك انما ايه السكالانسي الجميل شوية البتنجان كده على البطاطس افتحوا النفس والجرجير يا اخويا اهو يلا عينيا بالهنا والشفا ستر يا رب تعالى يا ولد اغطيك من الشمس عامله ايه يا وزه ازيك يا ام سمير انت عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي وازاي العيال عاملين ايه معاكي الحمد لله كويسين الله يعينك يعينك ربنا يا حبيبتي حبيبتي خلاص اتكتمت لما طلعنا بتحب الخروج انت بتحب الشارع يا صايا ايه يا وزه ابوك رجع اه يا عم ميمي رجع من الشغل تعالى مد ايدك كل افطاري معايا خد انا جايب اكل بزياده تشكر يا عم ميمي انت امتى ولا عند ابوك ليه كده لا انت ما تعرفش اللي حصل يا عم ميمي لا عارف بس انا قلت احتمال الحال يتعدل وترجع بيت جوزك يا لهوي متعدل ده ايه ده انا ما صدقت اخد ورقتي وكل واحد يروح لحاله الهي يكحمه مسرح ما راح يا ساتر ساب لك الواد كده عادي هو ده تفرق معاه عيل ده حتى ما كلفش نفسه يلف وشه يبص في وش العيل يا ساتر ولا يهمك يا وزه بكره ربنا يعوضك خير ان شاء الله يعوضني ده ايه بس والله العظيم انا ما صدقت اخد الورقه بتاعتي كل واحد يروح لحاله ليه يكحم رجاله كلها قطعوا لا مؤاخذه والله ما اقصد انت غيرهم بس انت يا اخويا ما تعرفش انا شفت ايه معايا ايام سودة شفت امك كانت بتحكي لي كده بتساعد كده صباح الخير يا ابو مين صباح الخير يا ام منى جبت الشغل جديد اه لسه جاي امبارح حظك اهو لو هو ده اللي طلبته منك يا ابو ميمي؟ ما انا لازم افرجك على كل حاجه عشان احتمال حاجه تعجبك لمنه يا ام منه لا انا همشي ولما اجيب الشغل اللي طلبته منك ابعد عليه او ابعتي منه كملي اكلك يا وز لا تشكر يا عم ميمي سلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته شد حيلك بقى يا هاني واثبت لنا ان قرار نقلك لهنا كان في محله كله تحت رعايه سيادتك يا فندم وكده كده المهندسين مش جديد عليك لانك ابنها وعايش فيها طول حياتك وانا عايش فيها طول حياتي اه بس المشكله ان انا ما اعرفش فين بور الاجرام فيها وشغلتك انك تعرف هو ده اساس شغلك ها ناوي على ايه ان شاء الله يا فندم ناوي اجيب على اللي يدلني في كل خرمه فيها
هتبتدي بمين؟ سماسرة يا فندم، ده بعد إذن سيادتك طبعا. كده صح، وطالما ابتديت صح يبقى هتوصل صح، يبقى بلغني أول بأول بأي جديد. طبعا يا فندم، تحت أمرك بعد إذنك. مرة كنا هنا يا بيت الناس الحلوة دي، الشوارع الواسعة، محلات ياما. لا ولا ايه يا خوخ؟ بصي بصي العمارة، شوفوا شوفوا العمارة قد ايه؟ العمارات دي ده عالية قوي يا اختي، بيطلعوها ازاي دي؟ مش عارفة يا امي، بس مصر حلوة قوي. هي دي المهندسين اللي بيحكوا عليها ويقولوا عليها أه؟ مش عارفة يا أم، بس حلوة قوي. أيوة خوخة حلوة قوي قوي، شايفة جميلة ازاي وحلوة ازاي، دي عاملة زي حتة الجنة كده، ده جنة يا بيت. أكيد الناس مبسوطة هنا قوي يا أم. طبعا طبعا، ما تبصوش ليه، إيه الحلاوة اللي عايشين فيها دي؟ يا أم أنا عايزة أزور الأولية. أمال يا أختي هنزورهم إن شاء الله. والنبي يا أم. والنبي حبيبتي هنزور، روح السيدة أم هاشم. أمال إيه؟ أنا مبسوطة قوي. وانا كم لا يا اختي، لا يا اختي زمان، لا يا اختي، لا والله ولا تزعلي يا اختي، حقك عليا يا اختي. حلوه قوي يا امي. والنبي جميله يا حبيبتي، زي الفل زي الفل. عمار عمار يا مصري جميله ما شاء الله. عمار يا مصر، عمار يا مصر. يا حلاوه يا مصر، واسعة كده، وازاي البيوت عالية كده ولازقة في بعضيها، والناس كيفها كتير كده. يا خوفك يا توحة، يا خوفك من اللي هيجابلك يا أخ. الرايدة تقولي على العنوان ده فين؟ آه عرفته. بص يا ست، خش أول يمين في تاني شمال، هتلاقي تقاطع في وشك، عديه وخش الشارع على نصيته القهوه، هتلاقي اللبان ايه في وشك. اسالي على بيت ساميه اللي بتدي حقنه. شكرا كتر خيرك. يخرب بيتك، خربطتني خرابيط، يمين شمال بتاع اللبان. يا ترى اللي مستنيكي ايه يا توحه في البلد؟ هيطلع ايه اوحش من اللي فات؟ يا خبر اسود، هو انتوا طفحتوا الاكل كله؟ ايه ابوكي كان قبل ما ينام وانتي ما هنش عليك يعني تسيبيه لو ما طفحها؟ لا منك ايه يا اختي، الراجل راجع شقيان وجعان وتعبان والاكل قدام عينيه، نقول له لا؟ وانا اللي مكتوب عليا رد على الواد هم وغم؟ ما حدش قالك تطلقي يا حبه عين امك، وانا كمان ما قلتلكمش تجوزوني، الاول واحد يجي يخبط على باب بيتكم. اسم الله، امال النبي حظك يا اختي كنت هتتجوزي امتى؟ خلاص يا ام، خلاص يا ام فضيها سيره، مش هنقعد نزيد ونعيد في نفس الموال. بقول لك ايه يا بنت، انت تنزلي تدوري لك على شغل، ابوك يا دوبك بكفي اخواتك بالعافيه، مش ناقص بق زياده. يعني انا بق ياما؟ كتر خيرك، تشكري يا ست الكل، تشكري. الحق يا حبيبتي ما يزعلش، اذا كان عليك انت هحط جزمه قديمه جوه بقي واسكت، انما ده انت وابنك ويا عالم، عدلك هيجي انت يا اختي. يا بنت يا بنت، ابنك بكره هيكبر ومحتاج مصاريف، واحنا يا اختي مش هنقولك اصرفي حاجه في البيت، انت اشتغلي عشان تصرفي على نفسك وعلى ابنك. الله، كده يا بنتي يا خوخه، تقعدي يا بنتي السنين دي كلها من غير ما تفكري انك تيجي تزوري خالتك؟ والنبي كل سنه اقول لامي عايزه ازور خالتي ما ترضاش. كنت قولي لي وانا كنت جبت عمك حسين وجيت خدتك من المنصوره ولا الحوجه لامك. والنبي يا خالتي احسن انا هطج هناك. ايه ده؟ في ايه يا لواحظ؟ البنت يا اختي قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز ليه؟ هي رجاله المنصوره اتعمت ولا اتعمت؟
يعني يا اختي هو كان في حد عيدل كده وعليه القيمه جه واحنا قلنا لا؟ صدقي بالله ده احسن واحد فيهم والنعمه ما يسوى ريال في سوق الرجال. ايه رايك بقى يا اختي؟ ربنا يا رب يكرمها بعريس زي الفل كده هي واللي زيها يا رب ان شاء الله. النبي يا خالتي ادعي لي ان هو يجي من مصر عشان ارجع اعيش هنا بدل العيشه اللي تكسف العمر هناك دي. اه دلوقتي بقت عيشتها تكسف العمر يا مكسوفه الرجبه. انت ما شفتيش يما ما شفتيش الرجاله هنا عاملين ازاي؟ طول بعرضه وكسبه ورسمه اخر علاقه. شوف الوش يا نجفة يوجعتك ايه يا خوخ؟ طب اتفضلي استريح. ساميه زمانها جايه. اصل انا بطشيه في المستشفى. اتفضلي يا عود. شكرا يا عسل انت. ده انت اللي عسل. طب والله يا عسل يا رشا. ما تخليكم مؤدبين شوية عندنا ضيوف. طب ما تيجي معايا الأوضة تسمعي لي الدرس. أصل أنا ما بعرفش في الجراية. تعالي وأنا أعلمك. تعالي لبابا حبيبة بابا. حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا. حبيبة بابا رشا أمورة بابا رشا. يوجاتك ايه يا خلقة؟ يا بنتي دمك بقى زي الشربات. قلتيلي بقى آخر عريس يتقدم لك كان اسمه ايه؟ شليطة؟ لا بصي يا خالتي الحظ أصوم أصوم وأفطر على شليطة والأكاديمية كمان ما بيعرفش يجري ولا يكتب. لا اسم الله عليك انت قوي يا دكتوره في الكتابه والقرايه يا بنت. ده انت طول الله في برسيمه. لما انا خارجه من ثالثه اول ماما ما بيعرفش الالف من كوز الدره. اقعدي بقى كده اتشرطي لحد ما فتت قطر الجواز وتعنسي. تعنس تعنس ده ايه؟ تف من بقك يا اختي الشر بره وبعيد. دي قمر يا اختي وسيد من يتمناه. ايه ده يا نجفه انت بتعصي البت عليا؟ ده بدل ما تعجليها عشان تشوف مصلحتها يا نجفة مش هتبطلي الحركات دي يا نجفة؟ مصلحتها يا لواحظ ان يجي لها عريس زي الفل مش نرميها. بنتنا مش معيوبة كفالة الشر. دي قمر يا اختي قمر واي حد في الدنيا يتمناها. ربنا يخليكي يا خالتي. ربنا يخليكي يا خالتي. تصدقي بالله ما حد مر على البيت ده علينا الا انت. برضه؟ ايوه برضه يا لواحظ. ايوه طب امسكي يا اختي اما اشوف مين اللي على الباب. هاتي امسكي. ايوه جاي اكل الولد. حد يحط رز كده للولد. ايوه اهلا يا فدوى. اتفضلي. فدوى مش غريبه ما انتوا عارفينها متربيه معاكم وهي قد كده. ايه فدوى اللي كانت عيله صغيره كده؟ ايوه يا صلاه النبي كبرتي يا فدوى. ازيك يا خالتي؟ ازيك وزي امك وزي ابوك واخواتك. الحمد لله. خوخه ازيك يا خوخه مش فاكراني؟ لا مش فاكراها ازاي انا كانت صغيره يعني ما تدركش. ها يا اختي انت عامله ايه؟ معلش يا جماعه قمتكم من على الاكل انا عارفه بس اعمل ايه بقى؟ لقيت لكم امي بقى عامله ايه؟ فول نابت وترمس موسم السيده بقى قلت لا انزل اجيب لكم طبق كده منه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. وانت طيبه يا حبيبتي. يا حبيبه قلبي بقول لك ايه يا فدوى انت مش غريب. خشي يا اختي المطبخ هات البوك بتاعي وخدي الجمعيه. نسيت اديك الفلوس وانت طالعه؟ لا مش دلوقتي خالص انا رايحه الشغل يا اختي. يقع مني كده ولا كده مفيش امان لما ارجع ان شاء الله. اعملي حسابك هتبقي معانا. احنا عايزين نروح مقام السيده. انا عايزه افسح خوخه ولا واحز اختي. والنبي عايزه اروح لام هاشم. شيل الله يا ست. ان شاء الله هاجي معاكم باذن الله. ان شاء الله يا رب. شيل الله يا ست. شيل الله يا ست. ده هو الضغط بتاعك. اه والنبي يا سامي احسن انا حاسس ان الضغط عالي قوي عليا الليلاتي. ما هو باين. وانت بقى يا حلوه بتعرفي ايه في شغل البيت؟ حاكم همك موصياني عليكي وباين عليها بتعزك قوي. تقصدي ايه بشغل البيت؟ كنس ومسح وغسيل وطبيخ وترويق وتلميع وحموم العيال وتفليتهم. والله في حاجه تانيه في شغل البيت انا معرفهاش. حيلك حيلك ده مش شغل بيت ده شغل خدامه. خدامه؟ لا اله الا الله. انت هتقوليني كلام ما قلتوش ولا ايه؟ ولا كش بكلم السفير عزيزه وانا مش واخده بالي. بقول لك ايه يا فتحيه؟ ولا تحب اقول لك يا توحه زي حبايب القلب؟ انتي حبيبتي هتشتغلي هنا باللقمة وبالمتوى ولا تكونيش فاكره انك في كلوب الحسين؟ ولا تحبي يعني اقول لك على المفتشر؟ خلاص خلاص لا تقولي ولا اقول لك. اشجان بنتي اشجان ازاي؟ بنتي يا وزك عامله ايه؟ يخرب بيت سنينك يا بت انت هنا من امتى؟ بقالي اسبوعين. انا صاحي بت انت طلقتي؟
يا اختي بعد عذاب، عذاب في الجواز وعذاب في الطلاق، الا هيكحمه مطرح ما راح. يا اختي قطيعه، كل الرجاله كده بلا هم. بس برضو يا بنت كنت صبرتي على حالك شويه، هو اربع حيطان برضو لمينك من هم الدنيا. يغور من وشه في 60 ده. المهم يا بنت قولي عامله ايه في حياتك وعامله ايه في الشغل؟ يا اختي زي ما انا اهو بحطت ايدك. وانت لسه بتشتغلي دلاله مع ميمي؟ هو هيروح مني فين يعني؟ طب بقول لك ايه؟ هو الشغل معاك كويس؟ انت عايزه تشتغلي يا بنت ولا ايه؟ ونبي يا اختي بفكر، الواد منعم مش عارفه اكله منين. طب ما تيجي يا بنت للواد ميمي، ده ما هيصدق تطلبي منه حاجه وهو بيدور على بنات جديده. والدنيا معاك كويسه؟ مفيش اسهل من كده، بتستلمي منه البضاعه وبتمضي له عليها، واخر الليله بتسلمي الباقي وبتقبضي. بس مفيش حاجه تانية؟ يا اختي هيبقى في ايه غير هم الزباين وقرفها؟ ما كل شغلنا وليه قرفها؟ اشجان، انت فاهمه قصدي. بصي هو ما يمنعش يعني ان انت تروحي تستلمي منه البضاعه في المخزن. يعني ايه؟ مالك يا بنت؟ عامله لي كده ليه؟ شايفاني صادق ايه؟ بذمتك انت نفسك سمعتي عني حاجه بطله؟ ده انا الحته كلها تشهد بسمعتي. يا بنت سلكي امورك وماشي دنيتك. وبعدين يا اختي ما تخافيش، ده كبيره بس يدلدل رجليه في الميه، يا موكوسه ما بيعرفش يعوم. يعني امان يعني يا بنت اشجان؟ يوه ما حسساني يا اختي انك بنت بنوت ما اتجوزتيش قبل كده. يا بنت سلكي امورك. لا اله الا الله، ماشي امورك، خليها تمشي، خليها تسلك، اتكلي على الله. ربك يسهلها يا رب. هفكر في الموضوع واجي. خلاص استنى عليا. هعدي يا اختي. بالسلامه يا حبيبتي. بالسلامه. فين الحاجه اللي قلت لي عليها اشجان؟ حاجه ايه؟ ثلاث جلاليب حريمي اللي قلت لي تبع ناس معرفه وما تأيدهمش واجيب لك فلوسهم النهارده. جرى لك ايه يا مين؟ انت بتاكل تطور يا راجل انت. انا مش قايله لك ان الست مكلماني وقايله لي ان هي هتأجل القسط بتاعها وانا اللي ضمنها. بقول لك ايه يا اشجان، مش عايز اوعى الصبح. جرى لك ايه يا مين؟ هي دي اول مره نتحاسب. انا مش عايز الاقي اخر الشهر عجز واجي ادور مش عارف منين. يا راجل انت برضو بتاع عجز، انت هتغلب، ما انت في الاخر هتطلعه مننا احنا. شفت اديك خدتني في دوكه. ده انا جايبه لك خبر حلوه حلاوه، مش بس تديني عليه حلاوه، ده انت تجيب لي محل حلويات. اكيد خبر زي وشي. زي وشي مقبوله منك يا مين، بس لما تسمع الخبر هتعرف ان وشي زي القمر. البت وزه مالها؟ عايزه تشتغل عندك. وحياة دينك، حلو ولا مش حلو؟ ده حلو زي العسل كمان. يا بنت الايه؟ انت كانت عندي انا امبارح ما جابتليش السيره. الصراحه البنت قلقانه منك. وانت قلت لها ايه؟ عيب عليك، ده انا نص بنات المحل من عندك. عارفه يا اشجان؟ ليك عليا اليوم اللي هي هتشتغل فيه هديكي نص هديكي ربع الشغل كله ببلاش. هنشوف بكره، بس النص مش الربع. السلام يا ميمي. ثلاث جلاليب حريمي بقى. ها الجزء اللي هيتكسر، ما حليتناش غيره. اشتغل يا اختي، اشتغل يا عادل يا اختي. اللهم طولك يا روح. يا واد اوعى، انت عامل زي العفريت كده طينت الارض. مين ده العفريت يا بنت انتي؟ الله اكبر في عينيكي، بسم الله ما شاء الله على الواد. امسحي يا اختي امسحي. هي مفتريه سو. ازيك يا ابو الكوامل؟ ازي ساعتك يا باشا؟ اقعد. ها اشرب ايه؟ اي حاجه يا باشا اللي تجيبه سعادتك يعني. هات له شاي عسكري. ازيك يا ابو الكوامل؟ عامل ايه؟ تمام يا باشا. قول لي بقى اخبار المهندسين ايه على حسك؟ لا المهندسين تمام يا باشا، المهندسين تمام زي الفل. بمعنى اصح يعني اخبار الشقق المفروشه ايه يا ابو الكوامل؟ هو سعادتك على شقه مفروشه ولا ايه يا باشا؟ ما انت عارف سعادتك انا اي حد بيجي ياخد شقه مفروشه ببلغ سعادتك اول واحد على طول. ما ده طبعا ده لازم، بس انت اكيد ليك نظره في الناس يعني. يعني ما لاحظتش حد كده ممكن يكون عامل عامله وجاي هربان عندك في المهندسين؟ حد عامل عامله و لا سعادتك. طب شكيت في سلوك اي حد من السكان مثلا؟ شكيت؟ لا سعادتك برضه لا سعادتك. ابو كمال من الاخر كده، تعرف حد شغله عوج عندك في المنطقه؟ حد شغل؟ مش فاهم يعني ايه عوج سعادتك. جرى ابو كمال في ايه؟ انت سمسره قد الدنيا وتفهمها وهي طايره. عوجه دي يعني بيبيع حشيش، بيسرح نسوان، الحاجات دي. استغفر الله العظيم يا باشا. لا باشا انا ما اعرفش حاجه في الحاجات دي، وبعدين لو عرفت حاجه سعادتك حاجه بلغها لك على طول والله. لا يا شيخ. ماشي يا ابو كمال، ماشي. وانا استنى واشوف. اتكل على الله باشا. روح انت بكوامل يلا روح. العسكري ما جابش الشاي ياخده وانا خارج. وانت خارج هتلاقيه. ماشي يلا.
عيطي يا توها؟ لا طب عيط. طب عادي، انا كمان بعيط لما ماما بتزعقلي ولما ماما وبابا بيتخانقوا، عادي كل البنات بتعيط. طب ممكن نبقى اصحاب؟ بس انا ما بحبش اصحابي البنات يعيطوا. الله، شميت الروح. ايه رايك في الريحه دي؟ وانا بيوم ناكل. طب يلا 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 تعال. يلا يا خالتي يلا يلا يلا. تعالي اكلي هنا جنبي يا بنت. تعالي يا اخو اقعدي يا بنت جوه، شد طفلك واقعدي. حالا دلوقتي. هات يا ابني. عم عبده تشكيله حلوه بقى من عندك يا عم عبده. عينيا. حاضر اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انتوا انستونا ونورتونا. خد يا حبيبي، خد يا بابا. يلا هات غيرها بقى. ويا بنت امسكيها يا بنت. هات معلقه ثانيه يا ابني. اتفضلي. هات يا اخوي. خدي خدي. اتفضلي يا حضرتك. خدي هات معلقه ثانيه. عايزاكم بقى تاكلوا الاكل ده وتقولوا رايكم ايه. خدي. طيب حاضر. يلا. حلو قوي. باين باين ان هو حلو. ريحته تفتح النفس. يا اهلا وسهلا. الله يبيك يا فدوى، ده زي العسل. شفتي؟ مش زافر، نضيف زي الفل. خدي يا حبيبي. خدي يا رب. ايه رايك يا اخوخ؟ اتفضلي. طعم قوي يا يا اختي. والله فكرتوني بايام زمان. ايه؟ شوقي جوزي لما اكون كده راضي عليا يجيبنا نقعد هنا ناكل اشي فته واشي كوارع واشي ايه، ونروح نحلي بالايه؟ بالسوبيا، ونعمل دماغ بقى جميله كده. ايه تقولي؟ هي عينك عينك عينك. يلا اختش يلا واحز، مش كده عيب. البنات قاعده ما ينفعش تقولي الكلام ده قدامهم. يا اختي البنات بقوا مع رايس. الله، بكره كده يتجوزوا تبقى حياتهم كلها عينب في عينب وشادر فاكهه بحاله. يا اختي يا رب. انا اللي نفسي ومنى عيني اشوف خوخه من عينة خالتها، اشوفها كده في الكوشه وهي زي القمر وجنبها ايه قمر كده. يا رب يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يرزقها باللي يستاهلها يا رب. طب والنبي بقى يا خالتي بقى. نعم. بعد ما اخلص اكل عايزه اروح كده على النص يا دي اجيب شويه لب وزدان واخد البت خوخه معايا. انت اللي قلت لها عشان تاخدك معاها؟ ما انا عارفاكي يا موكوسه، انت اللي سلطتيها. نعم حصل. انا قلت ايه يا فدوى؟ حاجه؟ لو النعمه يا خالتي والله العظيم ابدا، انا بس مش بحب اتمشى يعني لوحدي، فقلت اخد البت خوخه معايا تونسني، ولو كده خلاص يعني كنا نتمشى مع بعض ونطلع من بره بره. اه اذا كان كده ماشي، اذا كان كده ماشي، بس استني بقى لما اريح اللجمه لحسن مش عارفه اخد نفسي ابدا من كتر ما اكلت. خلاص ونقوم كلنا مع بعض. ماشي. انا واحظ هي هتبقى خانقه هناك وخانقه هنا. ما تسيب البيت، سيبي البت تمشي وتفك عن نفسها، سيبيها. طيب حاضر يا نجف. حاضر. خلي بالك منها. حاضر. فاهمة؟ حاضر يا خالتي. ايدك في ايدها. حاضر. هو عليك ما فيش فايدة فيكي. كلي كلي، ده الأكل حلو. كلي يا بنتي يا أخو. كلي يا واد. يا بنتي وادي الشنطة، وادي الشنطة بقول. اهدوا اهدوا، انتوا كويسين؟ اتفضلي حاجتك يا أختي. يا ربي. احنا بخير الحمد لله. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. لا 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 شكرا على واجب. انتوا رايحين فين؟ رايحين اول الشارع. طيب تعالوا اوصلكوا عشان مفيش حد يتعرض لكم تاني. طيب احنا كده مش هنغلبك معانا او حاجه؟ ولا تعب ولا اي حاجه. اتفضلوا يلا. اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ حسن. الطلب يا ابني بتاع الشيخ حسن بسرعه. لا يا عم عبده انا متشكر، انا مش جاي، انا بس كنت جاي اوصل الاختين دول وماشي على طول. مين ده يا مزغود؟ انت يا بيت. اسكتي يا خالتي اسكتي اسكتي. سرقنا يا خالتي، سرقنا. والشاب ابن الحلال ده هو اللي جاب لي الشنطه دي ووصلنا لحد هنا، كتر الف خيره يا رب. والحرامي رفع علينا سكين، بس يشكر يعني، خلاه يجي زي الارنب. يستركوا يستركوا يا بنات، ما يفضحكوا ابدا. كتر خيرك يا ابني، يحميك يحميك يا ابني لشبابك، كتر الف خيرك. لا شكرا على واجب يا امي، بس اهم حاجه ان هم ما يمشوش تاني لوحدهم في شوارع ضلمه عشان ما حدش يتهجم علينا. ايه اللي خلاك تمشي في شوارع ضلمه يا بيت؟ ونعرف الطريق يما. لو النبي يا خالتي مش ضلمه يعني، انا كل يوم في الطريق ده والله العظيم. بس تقولي ايه بقى؟ النصيب النصيب يا خالتي. ايوه يما هو النصيب. طيب استاذن انا. السلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن. السلام. يا مسعوده يلا بحس في ايه؟ ما العيال زي الفل اهو،
بقول لك ايه، ما كنت كده تقعد وتاخد لك طبق شوربه يرم عظمك من اللي حصل لك النهارده؟ هو ايه بس اللي حصل يا عم عبده؟ ده ربك هو اللي خيره حافظ. يا ابني ربنا يحفظك. اللي انت عامل ايه في الدروس الدينيه اللي انت بتديها للناس؟ الحمد لله يا عم عبده، الحمد لله. ربنا كتر من امثالك يا ابني ويديك الصحه ويكرمك. ربنا يخليك. يا سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ حسن، ابقى خلينا نشوفك ان شاء الله. مع السلامه. الحساب يا عم عبد. لا حساب ايه بقى، كفايه الخضه اللي انتوا خدتوها. يلا توكلوا على الله وخلي بالكم من نفسكم. لو مقام السيده ما ينفع. لا انا قلت كلمتي ومش هتنازل عن كلمتي ابدا. وبعدين يعني هو الشيخ حسن اجدع مني؟ الله، طب ومال ده بده بس يا عم عبد؟ دي حلاوه المولي ده ستي. وبعدين انا عندي زيهم، ربنا يسترها معاهم كلهم يا رب. ربنا يسترها عليك وعلى عيالك والف كتر خيرك يا اخوي. الله يكرمك. ممكن بقى تتفضلوا عشان في ناس تانية جايه. الف كتر خيرك. يلا يا اخوخ. يلا بجد مش عارفه اشكرك واقول لك ايه والله العظيم. ما تقوليش اي حاجه، توكلوا على الله. يلا يا فادي، يلا يا بيت. مع السلامه. ماشي قدام يا بيت. تمشي. يلا يا ابني شيل الاكل ده. عجبك اللي حصل؟ عجبك ها؟ قلت لك انا 100 مره ما تسيبنيش ابدا وتروح يمين وشمال، تفضلي في ريحي كده اهو. افرض الحرامي ده كان عمل معاش حاجه، كنت انا هعمل ايه؟ كنت هروح فين؟ يا ماما بطلي بستفه في ايه بقى؟ انا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ انت كمان يا بنت بترد عليا؟ يمين بالله لو حصل كده تاني كنت جايباكي من شعرك. ما خلاص يا لواحظ بقى، خلاص انت هاريه البت من الصبح، حرام عليكي، البت موتة نفسها من العياط. واحمدي ربنا، احمدي ربنا اللي ربنا بعت لها الراجل الجدع دوت عشان يخلصها من الحرامي. اهدي بقى، السهره كانت حلوه والقعده كانت حلوه، فيا لواحظ ربنا. اهدي حلوه يا اختي، ما كانت هتخطب خطاب زي البتاع، العيال كانوا هيروحوا مني، بنتي كانت هتروح مني. لا خلاص اهدي، بقول لك ايه فدوى، خدي خوخه وتمشي قدامنا شويه. لا بنتي تبقى معايا رجل على رجلها. تعالي يا قدامي. ربنا يهديك يا لواحظ يا اختي، يهديكي يهديكي يا لواحظ يا رب يا اختي، لاجل خاطر النبي يا رب. انت ايه بس اللي خلاكي تروحي تقولين؟ الله، مش انت يا بنت اللي قلتيلي انا عايزه اشتغل؟ ايوه بس مش على طول كده، ده انا سايله لك هفكر وارد عليكي تقومي تقولي له. لا يا حبيبتي، اللي عايز يشتغل ياما بيشتغل. بس انت مش فاهمه، الواد منعم لسه صغير، ما فطنتوش، وشغلنا بتاعتك دي يا اختي محتاجه لف وبرم، هسيبه يعني ولا اخده معايا واشيله واشيله بقجه؟ لا يا اختي، ما تفطميه معدوله واديله امك تقعد بيه، مش رزقك برضك ده ورزق ابنك ولا ايه؟ ده لما قلت لها هتاخر ساعه بهدلتني، ما بالك لو قلت لها هقعد طول اليوم، دي تدخل مصاريني ما انت عارفاها. خلاص براحتك يا وزه، مش عايزه تشتغلي انت حره، الف مين تتمنى الشغلانه دي؟ الله خلاص خلاص، ما تبقيش حاميه كده، هشتغل. طب بصي بقى، احنا بنروح ناخد يا اختي البضاعه من ميمي وبننزل على المهندسين طوال. طب استنى، صباح الفل، هاخد اغموس احكيني. ها فهمتي اللي انا قلته؟ ايوه بس المهندسين دي بعيده قوي، ده انا قلت يعني يوم ما ننزل هنروح ميت عقبه ولا امبابه، ويوم يعني ما نبعد قوي نطلع على شارع السودان، لكن نطلع المهندسين ده صافة. يا اختي البت الفقريه دي اقول لها مهندسين تقول لي ميت عقبه؟ كاتك واكسه، وانا هقعد مع بتوع امبابه يفصلوا فيا وينهدوا في قلبي على جنيه وجنيه وربع؟ كاتك نيله، هو في احلى بت من زبايد المهندسين؟ ده كفايه التكييف اللي انت بتبقي قاعده فيه يا اختي. يا لهوي يا بت، هو انت لما بتروحي له بيدخلوك يفتحوا لك التكييف؟ يفتحوه ده ايه هبله، ده شغال عندهم كده عمال على بطال طول النهار. المهم انت اول ما تدخلي الشقه تعملي نفسك مؤدبه وعينك ما تفضلش رايحه جايه كده في الشقه، ده صاحبه الشقه تفتكر انك حراميه وتشك فيكي. حراميه ده ايه؟ ده انا هفضل قاعده وحاطة عيني في الارض ولا هبص يمين ولا شمال. لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي باصه في الارض، انا عايزه عينيكي دي في وسط راسك علشان في زباين حراميه. حراميه في المهندسين؟ انت بتقولي ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. طب اقول لك، انا كنت مره عند زبونه في المهندسين، دخلت شقتها تقوليش يا بنت قصر، قصر والله العظيم، الولايه كمرت من قدامي ملايه قدام عيني كده. كمرت الملايه؟ اه والله. عملت ايه؟ خدتيها منها؟ هاخد ايه يا موكوسه؟ ما اقدرش، ده هي اللي تطلعني حراميه وتعمل لي جرسه في المكان، واخسرها كمان واخسر لقمه عيشي، ما ينفعش. غريبه، انا كنت فاكره بتوع المهندسين دول يا اختي معاهم فلوس مش محتاجين حاجه، طب بذمتك دول يسرقوا ليه؟ امال احنا نعمل ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. المهندسين دي يا بت مليانه بهوات ونسوان حلوه وريحتهم احلى، بس هنقول ايه؟ من جوه هلا هلا ومن بره يا لم الله، كانت كواكسه الدنيا بقت كلها كده، مش مهندسين بس. هنعمل ايه؟ لقمه العيش بقى. انا هنزل، ماما عايزه حاجه؟ ايوه عايزه حاجه. اتفضلي. خير؟ انت كل يوم والتاني ماما عايزه حاجه، ماما عايزه حاجه، وترجع لي تاني يوم الصبح. ماما هو انا مش لسه منقول في المكان ده جديد؟ يعني لازم اثبت نفسي ولا ايه؟ يا حبيب ماما، ما انت لازم تثبت نفسك عندي انا كمان، مش انا حبيبتك؟
طب هقول لك على حاجه، اوعدك يا ستي قبل ما انزل كل يوم همضي لك في دفتر الحضور عندك، خلاص؟ حلو كده؟ حلو قوي. استنى انا عايزاك توصلني. انت غريب، سيبيني في حالي من اولها، انا هتاخر. انا بقول لك الدنيا ما طارتش، ما تصبر شويه. ها نسيت اقول لك، مش ريم كلمتك كذا مره وعايزاك تكلمها؟ ها ما ريم، ما انا يعني حاولت اكلمها كذا مره ما عرفتش اوصل لها بصراحه. يلا بقى عشان مستعجل، ابوس ايدك. الله، اللي يلا بقى عشان مستعجل، براحتي. تحت امرك يا شاويش تغريب، اتفضل. بس انت عارف البنت باين عليها قمر، صوتها حلو وذوق. طب والمطلوب دلوقتي يا تغريده فندي؟ كشف هيئه وبسرعه. هو انا فاضل الحاجات دي؟ اما افضل، اما افضل هعمل لك اللي انت عايزاه يا تغريده. اقسم بالله ان ما عملت كده لاجي لك الاسم واجيب لك ميه وسندوتشات واخليهم يقولوا عليك ابن امك. نهار اسود. لمسه اكتافه تغريب، لمسه اكتاف، ربنا يسامحك. يلا يلا بينا. تعالى هنا. يلا ايه، انا قبلك واسع يا رب. برضو ما فيش حاجه حلوه. تصدقي بالله يا مدام، والله العظيم ثلاثة البضاعة دي ما بتطلع عندي غير للزباين الغاليين. يا مدام انت لو وفيتي عمر افندي كله ما هتلاقي قطعة منه هناك. انت مش شايفة الألوان؟ انت عايزاني ألبس ألوان بلدي كده بالشكل ده؟ بلدي ايه يا مدام؟ ده شغل محلاوي وعليا النعمة، ده موضة موضة موضة. بقول لك ايه؟ لو ما جبتيش حاجات تانية حلوة ما تجيش تاني. تقولي لي عايزة ايه وانا اجيبهولك؟ عايزة حاجات كده شيك ما تكونش بوليستر. بول ايه؟ في سونيا بنتي يا اشجان، هو انت مش فاهمه؟ انا عارفه يا مدام انت طلبك ايه، انت عايزه قمصان نوم قطن صح؟ ايوه قطن، بس بقى مش اي قطن. لا ما تقلقيش، ده كمان في قمصان نوم فسكوس حلو قوي هتعجبك، عارفاها؟ اه طبعا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما تقلقيش، ده في منهم بقى حاجات حلوه قوي عليهم كنار كده على الصدر، وفي منهم طويل وفي منهم قصير وفي دانتيل من تحت. طب لما هو عندكم مش بتجيبوه لي بقى؟ اصل يعني لا مؤاخذه يا مدام، الحاجات دي ما بتطلعش غير بالغالي. خلاص يا ستي هاتيلي. ماشي يا مدام، بس معلش يعني احنا لازم ناخد عربون. عربون؟ هو في دلاله بتاخد عربون؟ ايوه يا مدام، اصل صاحب البضاعه ما بيرضاش يطلع الحاجات الغاليه دي غير لما بندفع نص ثمنها، عشان كده بنجيب الرخيص المحلاوي. طيب يا ستي عايزه بقى كام مني؟ اللي تشوفيه يا مدام، يعني شوفي انت كده عايزه كام جلابيه وشوفي اللي تدفعيه. طيب بصي بقى، انا هديكي 30 جنيه بس خلي بالك لو ما جيتيش تاني انا هعرف اجيبك. عيب يا مدام ما تقوليش كده. طب والله العظيم بعد ما نجيب لك البضاعه المره الجايه مش هتشتري غير من عندنا احنا بس. مدي يا اختي، تعالي هنا. الله، انت يا بنت الامل طلعتي من الوليه دي عربون ازاي؟ ده ما بتدينيش جنيه. ايدك بقى حلوه على الفلوس. ايدي على ايه؟ انت مالك بتصرمي عليا كده ليه يا بت انت؟ جرى ايه يا اشجان؟ دي الاستفتاحيه بتاعتي النهارده. استفتاحيه ايه يا عنيا؟ ده انا اللي معرفاكي على الوليه يا اختي، هاتي نص الفلوس. طب مش هديكي نص الفلوس، بعدين ده اول رزق ليا. في ايه؟ انا اللي تعبت وانا اللي خدت منها الفلوس، انت لسه بتقولي بلسانك دلوقتي ما بتعرفيش تطلعي منها ولا مليم، انا اللي قدرت. يا بنت الايه يا بربنت؟ يا بنت ده انا اللي معرفاكي عليها. سيبك انت، بقول لك ايه؟ فاكره يا بنت المحل اللي كنت نفسي اكل منه بتاع السندوتشات ده اسمه ايه؟ بتاع المهندسين؟ ايوه ويمبي يا بنت. ايوه ويمبي. يلا بقى هناكل هناك؟ ايوه يلا. على حسابك وعليا النعمه اللي واخده منك نص الفلوس. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب. اخدكي الشبابيك كلها تتغسل، وخلي بالك شباك المطبخ والحمام ما تسيبهمش يا اختي مواربين، مش عايزه لا عرس ولا فران يدخلوا منهم، وبعدين الملايات وكياس المخدات عايزاكي كده تغليهم وتخليهم يبرقوا زي الفل، وبعدين التلفزيون ما كيش جنبه خالص، ده لسه يا اختي عليه اصاط، والبلكونه اياكي تدخليها، مش عايزه اي مشاكل، سامعه ولا لا؟ وشهلي خلصي يا اختي الطبيخ، العيال زمانهم جايين. ما نسيتيش تقولي لي حاجه تاني. حاجه ايه يا اختي؟ اشرب اللبن قبل ما انام. ليه؟ لو انت نغه ولا نغه يا اختي؟ ده انت ترضعي. قلت اشربي اللبن قبل ما تنامي. بقول لك ايه؟ غيارات الحاج معتمد ما تجيش جنبها خالص، انا اللي هغسلها بايديا. اشبعي بليلبس المعفنه بتاعته. ابري لبك انت وهو. ازيك يا عم مين؟ يا مساء النور، تعالي تعالي. تؤمر ايه اللي عملتيه عند الوليه ده؟
الله، هي البنت عشقان لحقت تقول لك؟ انت ازاي تاخدي منها فلوس بضاعه على الهوا؟ ومين قال لك؟ ما انا كنت اخدها منك طبعا. طب افرضي ما لقيتيش الجلاليب اللي قالت لك عليها، كنت هجيبها من حته تانية. هي امك تخش بيوت زبايني وتجيب لهم بضاعه من بره؟ ده نقطع خبري. جرى ايه يا عمي؟ ما تهدى كده وتاخد وتدي في الكلام. بقول لك ايه، الشغلانه دي ليها اصول، فاهمه ولا لا؟ عايزه تشتغلي معايا حسك عينك تجيب بضاعه من بره. ما انا جايه لك اهو برجلي وبقول لك عايزه البضاعه، والفلوس يا سيدي هديها لك مقدم، اللي هي اديتها لي القسط الاولاني. روح بقى شوفها، لو مش موجوده عندك تجيبها لي من بره، وهو كله بعلمك عشان ما نخسرش الزبونه. افهم، ده انت اللي علمتني الصنعه. هو انا كده احبك؟ عايزاني احبك اكتر بقى؟ تعالي نخش المخزن بكره. بكره يا عم ميمي هاخد البضاعه. ماشي، من هنا لبكره مش بعيد. تقوموني بحاجه ثانيه؟ بكره بقى. راجل هايب صحيح. هتقري نام يا عينيا. كنت بتعملي عند النت نداوز؟ وانت مالك يا سيد؟ ما تخليك في حالك. شايفك يعني اليومين دول عماله تتميسي معايا وعمال يشاور لك على المخزن. ايه، هتشتروا المخزن؟ عايزه يا سيد؟ متأثر يا اخويا في الكلام. عايزك في الحلال يا بنت بدل القرف اللي انت فيه ده. في الحلال؟ عايزني يا اخويا في الحلال عشان تعيشي معاك في الحرام؟ وماله الحرام؟ ده حتى فاتح بيوت. وبعدين اللي انت كنت هتعمليه مع ميمي ده ايه؟ مش حرام؟ بقول لك ايه يا سيد؟ لم لسانك يا روح خالتك، اللي بيني وبين الراجل شغل، وعليا النعمه لو جبت سيرتي في الحته لشق بطنك واكل مصارينا على اخر الزمن. حرام الغسيل هيلسن عليا. يلا لم الاراضيش بتوعك دول وهش من هنا. يلا يا تقرف. حرامي غسيل؟ ده هي دي السرقه النظيفه يا عبيطه. البت دي مش فاهمه اي حاجه خالص. صح صح. المهم دلوقتي خلونا في السجاده. اه بالليل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا توحة، أنا فرحانة قوي النهاردة. ليه؟ قربت خلاص ألبوم بمبم. إيه بمبم ده؟ ده ألبوم صور بيجي مع البام بمبم، اللي يجمعه أول واحد بياخد جوايز كتيرة قوي. يا رب تكسب يا رشا يا رب. يا رب. اسمعي، أنا عايزاكي في مشوار. هنروح فين يا توحة؟ عايزة أشتري ملابس جديدة. تعرفي محلات زينة؟ لا، أنا معرفش محلات اسمها زينة، بس أعرف محلات تانية حلوة قوي. لا، زينة يعني زينة يعني حلوة. اه، ما انا معرفش زيتي زيك، ما اخدتوش في المدرسة. حلو انت بتاع المدرسة. طب اسمعي، يلا نقوم قبل اخواتك ما يجوا يخربطوا الدنيا. بس بشرط اشتري البم بم بم كتير قوي عشان اخلص الالبوم. ماشي، بم بم كتير. يلا قومي. يلا. بس يا اختي رحت مديله بقى ايه؟ شلوت في عفشه الميه بتاعته؟ لقيته بقى يا اختي ايه؟ اتدحرج وقع على الارض وقعد يقولي منك لله، ربنا ينتقم منك يا شيخه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ما خفتيش؟ اخاف ايه؟ يا اختي روح ما بعدك روح. بقول لك كان عايز يمد ايده عليا، ايه اسكت له بقى؟ ما تفكرنيش بيه، اسكتي. جدع. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب ما تاخديني معاكي الشغل ده، منها يعني اساعدك ومنها اتسلى، اصل انا عارفه لو قعدت في وش امي بكره هتستفرط بيا وتوريني النجوم في عز الظهر. طب فكرك يعني كده امك توافق انك تشتغلي معايا؟ لا، انت تقنعي بقى امي وخالتي بقى، دي شغلتي. ماشي خلاص، يلا بينا. هو انت بتشتغلي ايه؟ يعني كل المحلات اللي شفناها في امبابا دي ما عجبتكيش يا توحه؟ لا ما عجبتنيش، محلات عفشه، انا عايزه محلات تكون زينه. يعني كلها ما عجبتكيش؟ لا ما عجبتنيش، يعني مفيش كده محلات تكون نظيفة. هو فيه، بس دول في المهندسين، لازم نركب حاجة عشان نروح لهم. نركب ايه؟ نركب اوتوبيس 196. بس انا معيش فلوس. انا معايا 70 قرش، ممكن ابقى اسلفهم لك وبعدين ترجعيهم. لا خليهم عشانك، عشان بمبم ده اللي انت بتحبيه. يعني كمان انا نفسي اتمشى واتفرج على العماير وعلى الناس، يعني نتمشى احسن. هي المهندسين دول بعيدة؟ لا هي مش بعيدة قوي، بس المحلات دي بتاعت الناس الهاي الأغنية قوي يعني. وماله، احنا كمان لازم نروح المحلات الهاي ونبقى هاي. طب يلا بينا. يلا. تعالي بس يا خوخة تعالي.
ايه رايك؟ دي زي البيوت اللي بتطلع في التلفزيون. هو انت لسه شفتي حاجه؟ تعالي تعالي هوريكي حاجات كتير قوي. لا لا استني اتفرج هنا شويه. اتاريكي اتاريكي يا مضروبه ملهوفه على الشغل هنا وعايزه تسيبيني في وسط خالتك لواحد. اوعي يا خوخه تقولي لحد اني بشتغل شغاله. ليه يا بيه؟ يا اختي خطيبي سامح محرج عليا الشغلانه في البيوت، فقايله للناس كده اني ايه بشتغل في حضانه. هي والنعمة الشريفة هي مش دي السواكة بتاعت يوم الجمعة بتاعت عالم البحار اللي بتيجي في التلفزيون؟ وانت اللي جابك هنا بتاع ألف ليلة وليلة. ازاي مريح كده؟ أمال هتقولي إيه على السرير يا أختي؟ هتقولي إيه؟ تعالي تعالي أنا هوريكي حاجات لسه كتير. تعالي ده اسمه ما يبكيني. انت عمرك ما شفتيه ولا فيلم؟ مقلوب كده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده كل حاجه على عينك يا تاج، ده كل حاجه باينه. سابوا ايه جوازاتهم؟ طيب هيخرب بيتك. بص يا خوخه، الناس هنا غير بلدكم يا حبيبتي. الناس هنا لما بتنزل البحر ده لازم بقى يلبسوا ايه؟ المايو البكيني، مش يا اختي الجلابيه اللي بتلبسوها دي وتنزلوا بيها الترعه. يا فاد يا فاد ده النسوان مال. ايه الفرق والنبي بين المايو ده والملابس الداخليه؟ يخرب بيتك يا بنت هتفضحيني. خوخه بس يا خوخه خلاص، احنا مالناش دعوه بالكلام ده يا اختي. ماشي احنا جايين هنا ايه نشوف كده الدنيا جديده وحلوه وننبسط. مدام دوريا جت. ماشي. صباح الخير يا فدوه. صباح الورد يا مدام دوريا. اكدتي على البواب لما السباك يجي هيعمل ايه؟ عملت كل اللي حضرتك بتأمري بيه. انا لسه جايه من هناك اهو، قفلت كل باب اوضه النوم زي ما حضرتك قلتي بالظبط. ماشي يا فدوه. امال مين اللي معاكي دي؟ دي واحده قريبتي وملهاش حد هنا، فقلت يعني بعد اذن حضرتك يعني ان انا اجيبها معايا بس النهارده. بس مالها عامله كده ليه؟ انت مالك على نياتك كده ليه؟ دي غلبانه قوي. طب بقول لك ايه، روحي اقعدوا هناك، اعزميها على حاجه على حسابي، واول ما ناديكي بعت تعليل على طول. ربنا يا رب ما يحرمنا من كرمك ومن ذوقك وطيبه اخلاقك دي يا رب. ماشي لفي وانا هناك، بس اول ما ناديكي تعالي على طول. حاضر. لا عيب عيب يا فدوى اللي بيحصل ده، والله والله عيب. لا يعني بجد فضيحه. خوخه فضيحه والله. يلا يا خوخه يعني انت ما يشرفكيش اللي بيحصل ده. يلا اسكتي. واه 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 يا بوي، ايه ده؟ ده الناس هنا عايشه صح. ايوه بس المحلات دي مش لينا، دي للناس الاغنياء قوي عشان هم معاهم فلوس كتير والحاجات دي غاليه جدا. بس صحيح يا توحة، انت هتشتري ازاي وانت معكيش فلوس اصلا؟ ما انا هتفرج النهارده وابقى اشتري بكره. بقول لك ايه يا رشا، استنيني هنا هخش اشوف حاجه جوه في المحل واجيكي. طب ما اجي معاكي يا توحة. لا اصل انا عايزه اشوف حاجه يعني للكبار. طيب ماشي، مع اني بكره هكبر والبس الحاجات دي برضو. يا مجروسه. يا واعيه شكلك يا بنت تفهمي في كل حاجه. خليكي هنا وهجيكي. ها طيب ماشي. هو حد يعاكسك؟ ليش ايه؟ انا عاوزه اشتغل. حياه ابوك يا الحاج. تشتغلي ايه وازاي؟ انت عارفه موديلات الحاجه اللي هنا دي ازاي؟ ناهد خليكي مع العميل. ها اشتغل بياع. بياع حته واحده؟ انت عارفه موديلات الحاجه دي هنا اساميها ايه ولا شكلها ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه، هقول لك اسامي موديلات الحاجه دي وانت لو قلتيها ورايا صح انا هشغلك هنا. موافقه. طيب طيور جو اجيبي بعدين اقول سكارف
ايوه كارب كارب. شايفه الباب ده؟ ايوه. بره هبيع بره؟ بره. جبري لمك طحش. صدرك يابا انت لازم تبطل سجاير، ما تريح النهارده شكلك تعبان قوي. رايح النهارده؟ رايح النهارده يعني يوم بلوش يا بنت العبيطه انت. انتوا حاسين بحاجه؟ انتوا حاسين بحاجه؟ انتوا قاعدين تاكلوا وتشربوا وتلفوا وتكرشوا، انتوا عايزين الاكل يجيلك لغايه بقكم. يابا يعني انت فاكرني مش حاسه بيك؟ طب والله العظيم حاسه بيك، ونفسي بقى ابطل الشغل في القهوه دي وانزل بدالك. انزلي بدالي؟ الشغل قهوجيه يا بنت العبيطه؟ انما قوليلي بقى، قوليلي بقى من غير لف ولا دوران، ايه اللي مخليكي تنزلي مخصوص عشان توصليني عشانه؟ وبلاش شغل النسوان بتاع امك ده عشان انا كرهتها بسببه ومش عايزه اكرهك، وانت فاضل لك تكه تكه صغيره. بص يا بابا من غير لف ودوران كده وبصراحه انا عايزه اشتغل. طب ما تشتغل يا اختي، حد عايشك ما تشتغل؟ انت مستنيه يعني اذلك؟ وانت من امتى بتستنى اذلك؟ ما انت طول النهار بتلف في الشوارع ولا كان ليك اب انيكي. يا نهار اسود يابا، ده هو يوم كان امبارح نزلت عشان اشوف الشغل بس، والله العظيم كنت هقول لك. كنت هقول لك شغل ايه ده بقى يا اختي؟ شغل ايه اللي بتسترمحي فيه طول النهار في الشوارع؟ ها ايه، هتشتغلي تاكسي؟ لا يابا، بس بصراحه يعني عايزه اشتغل في الدلاله مع البت اشجان. دلاله مع اشجان؟ طبعا عايزه تشتغلي دلاله مع اشجان، مش كده؟ يعني عايزه تشتغلي مع ميمي يعني تاكسي فعلا؟ يا لهوي عليا يابا، ونبي عيب عليك تقول عليا كده، ده انت اللي مربيني. ده بس ميمي ده لو فكر يلمس ده في الرجل اكون مقطعه عليه الشبشب ومسحب كرامته اللي خلفوه الارض. والله ما مصدق بقك. طب يلا يا اختي، يلا غور، يلا غور، اعملي اللي انت عايزاه. استنى بس يا راجل، ده انت عظم في قفه. يلا يا رشا، يلا شحل، خلينا نرجع. جاي. بقولك ايه يا رشا؟ نعم. هو الراجل اللي هناك ده بيعمل ايه؟ ده سمسار شقق في المهندسين، ايجار وتمليك يعني. يعني بيعمل ايه يعني السمسار ده؟ بيأجر شقق وبيبيع شقق. طب انا عايزه اروح له. بقولك ايه يا رشا؟ ممكن اقولك على حاجه وتفضل سر بيناتنا؟ سرك كبير. كل اللي حصل من الصبح من ساعه ما خرجنا لحد دلوقت يفضل سر بيناتنا. موافقة؟ موافقة طبعا. حبيبتي استنيني هنا. ها ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عم دور على شغل ترجمة. الله يكرمك، عايز تشتغلي؟ عاوز اشتغل. طب انتي تعرفي تقري وتكتبي؟ لا. طب اشتغلت قبل كده؟ لا. طب متجوزه؟ لا. امال مين البت اللي معاكي دي؟ دي اختي الصغيره. انت ساكنه فين؟ ساكنه في امبابه شارع الوحده. تمام. طب اقول لك ايه؟ عد عليا بعد جمعه كده اكون دبقت لك شغله تناسبك يعني. لا الله يخليك، بعد اسبوع كتير قوي. اقول لك عد عليها بعد 3 ايام. يلا خصيمك النبي، حتى 3 ايام كتير. عد عليها بكره. ماشي شكرا. بقول لك ايه، وانت جايه هاتي لي صوره البطاقه بتاعتك معاكي. حاضر. يلا اتكل على الله، ما تاخريش بكره من بدري. حاضر. مصعب كويس، يا ريتني قلت لها تعدي بعد ساعة. ما تخافيش، ما تخافيش على ابوك، ابوك كويتك برضه. ربنا يخليك ليا. ده عيد اخوك ده هيجنني، هيجنني طول النهار واقفة قدام المراية وعمال اتنطط شمال ويمين، ما تفهميش بقى، ده عايز يطلع هواجي، عايز يطلع ممثل، عايز يطلع مغني.
بالنبي يا ابو انت فكرتني بحاجه. فاكر واد عيد لما جالك على هنا في القهوه وحط لك ملح بدل السكر؟ بس انا ما سكتش، ده انا امي اديته حتتين علقه يقلب بيها لحد دلوقتي. والله صعب عليا، اصل امي كانت بعته لك عشان تاخد منك سكر للبيت، بس مش عارفه ايه اللي خلاه يعمل فيك المقلب ده. هيكون ليه يعني غير انه بتاع فريد؟ ها ده صاحب القهوه كان عايز يمشيني، يقول لي العيش والملح اللي بيننا الله ده احنا وصلنا. يلا انت كنت رايحه على فين كده؟ لا خالص يابا، انا كنت جاي اوصلك. وصليني كل ده الحركات دي عشان شغالك عند مين صح؟ لا والله العظيم ابدا يابا، بس احنا يعني قاعدين في بيت واحد وما بنشوفش بعض، فقلت اتمشى معاك شويه نتكلم. طب يلا يلا اتكلي يا اختي، اتكلي يا اختي. ما تخافش عليا يابا. اتكلي يلا. انا بميت راجل، ما تخافش. يلا سلام. خلي بالك على صحتك. ايه موسى؟ جرى ايه يا راجل؟ يا باشا ماشي مع واحدة من دور عيالك ولا ايه؟ دور عيالي؟ ده كان زمان يا باشا، ايام الشقاوة دي البكرية بتاعتي. وانا لازم احبسك كل يومين يا مسعد؟ ليه يا باشا خير؟ ايش شاي الكارف ده؟ هو ده؟ ايه ده؟ الواد جاب لكم شاي القرطاس؟ معلش انتوا لكم شاي مخصوص. يا لما تعال ارفع الحاجات دي بسرعة. معلش يا باشا ده عندي انا، عندي انا. ايوه جاي. حاضر حاضر. يلا يا ابني بسرعة اتلعب. قرطاس ماشي يا مسعد. بس يا عم زي ما كنت بقول لك كده، الواد راح داخل في اخر الفيلم وهتك يا ضرب. بس ايه ضرب بجد بجد، يعني هو اللي بيعمل حركات بنفسه، تمثيل جبار. يا رب. قلت الواد ده اسمه ايه؟ فان دام. الواد ده هو اللي هيقش في السيما الامريكيه. الناس ما بتبطلش تسال على الافلام بتاعته، لدرجه اني خليت الفيلم بتاعه ب 3 جنيه بدل ب2. وايه؟ يجي لي في نفس اليوم. يا جدع انت ما تفرجتش على افلامه لحد دلوقتي ازاي؟ يا ابني انا من ساعه ما اتنقلت المباحث وانا مش لاقي وقت اهرش. انت عبيط؟ ده وانا مروح البيت بحلم بالسرير كاني بحلم بموزه. طب انا بقى عندي اللي يسليك وانت على السرير. انت ايه الوسخه دي في دمك؟ انا مش فاهم، انت مش عارف يعني ان فلوس الافلام دي حرام؟ يا جدع ناس بتحب تبقى براحتها قدام الكاميرا، انت ايه اللي مضايقك؟ عارف انت ضايقتك معايا ايه؟ ايه؟ ابلغ عنك بتوع المصنفات يقفلوا لاهلك المحل اللي انت فرحان بيه ده. تبلغ عني بتوع المصنفات؟ دول كل يوم بيجي ياخدوا افلام من ام خمسه ويمشوا. ايه؟ اه زي ما بقول لك. النهار اسود. شاي ده كارف ولا ايه؟ ايوه هو الشاي بتاعهم. هاي مبسوط يا باشا؟ امر حاجه تانية يا باشا؟ روح يا مصر روح. تسلم ايديك يا حبيبتي. الله يخليكي يا ساميه يا اختي. ما تخلي شاكرين يا ساميه، ما اعرفش الابره مزغمده ليه يا ساميه. النوادي مزغمده ده ايه؟ انت بتدلعي يا وليه؟ هي اصلها بس متربيه على عز وعاليه شويه. الله يحزك يا ساميه، تحب الضحك دايما. سلام عليكم. منور يا ابو العيال. طب اعمل ايه يا ام العيال؟ ما هو المقاول متاخر على القبض وانت عارفه. القبض متاخر والصحه متاخره وكله من المدعوء اللي عدم صحتك. مش انا الواحد اللي عدمان. توح انت يا اختي. نعم. ايه حلوه ده، ما تلمي شعرك يا ضنايا وروحي جيبي يا اختي العيش الفينو عشان خاطر سندوتشات العيال بتاعت المدرسه. هاتي سخن سخن قوي. حاضر هجيبه سخن قوي. ما تتلم يا راجل. حاسبة وليه الحجر سخن؟ الله عم عظيمة، مساء الورد على أجدع زملكاوي فيك يا منطقة. مين؟ محمود الأجنبي؟ مساء القشطة. وأنا أجي جنبك إيه يا كبير رابطة مشجعي الزمالك؟ طب بص شوف عم عظيمه بيعمل ايه. بص شوف عم عظيمه بيعمل ايه. طب بس 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 هكون بعمل ايه يعني؟ برب البنات تربيه كويسه وبشجع الزمالك اه، بس على الهادي مش مروش زيك كده، وبسوق العربيه عشان اكل منها عيش. ما كلنا بناكل عيش يا عم عظيم. اه على سيره العيش، الحق بقى اجيب عيش فينه من عند عرفه قبل ما يقفل عشان عشا البنات. عشان عليك يا رب. عم عظيمة تفتكر انا شايل الاهلي كام؟ قول يا رب الواد الحاوي حماد عبد اللطيف ما يصابش زي الماتش اللي فات قبل مباراة الاهلي. الواد ده بيعقدهم. يا رب. يلا سلام اجيب العيش. بص شوف عم عظيمة وهو ماشي. بص شوف عم عظيمة بيعمل ايه. حبيبي عم عظيمة، حبيبي عم عظيمة. هو حظك يا عم عظيمة، كويس انك لحقت، ده آخر فين وعندي. لينا نصيف في اللقمة يا عرفة. ألف أنا وشفا يا سيدي، ألف أنا وشفا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومفيش عيش فينو؟ لا والله يا بنتي خلص. يا لهوي. بس في فرن بعد رابع شارع. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ده بعيد عليك يا بنتي. وشكلك كده غريبة. والدنيا ليلت لتوهي. امسكي. لا لا ما يصحش. هو ايه اللي ما يصحش يا بنتي؟ امسكي امسكي. لا ما يصحش والله. امسكي امسكي يا بنتي امسكي. كده تمام؟ لا 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 دول تحية مني لأهل الصعيد. انت زي بنتي برضه. كتر خيرك. ألف سلامة. ربنا يخلي لك ولادك ويشفي لك بنتك. الله يخليك يا حمار. إلا قول لي أخبار بنتك إيه صحيح؟ والله أعرف خمس دكتور نروح له. وكل دكتور يقول تعالها شك. ربنا يسترها ويشفيها من عنده يا رب. آمين يا رب ويشفي كل مريض إن شاء الله. جابر. أيوة جابر يا قلبي جابر. إيه اللي جابك هنا؟ قلبي أنت خابرة. بعد عني بعد عني يا خمرات أبوي. إيه اللي جابك هنا؟ مش كفاية اللي عملته فيا أنت وخواتك؟ خواتي؟ وأنا مالي ومال خواتي؟ مالك مالهم؟ ما حدش له صالح بيا. فارقني فارقني كيف ما فارقت البلد كلها من جرايركم. توح أنا عايزة أتجوزك. تتجوزني؟ ما قدرش أعيش من غيرك يا توح. بعد عني يا جابر. بعد كفاية اللي عملته فيا. أعوضك عن كل حاجة. تعوضني؟ تعوضني عن إيه ولا إيه؟ تعوضني عن الحياة اللي انتهت من قبل ما تبتدي؟ تعوضني عن إيه؟ ده انتوا تلميتوا عليا ونهشتوني كيف الديابة. انت وخواتك ضيعتوا شرفي وجاي دلوقت تقول لي عوضك؟ جاي ليه يا جابر؟ جاي ليه؟ جاي تخلص عليا؟ على آخر حتة فيا ما دقتش الألم؟ عايز مني إيه؟ فارقني يا جابر فارقني. مش من هنا. مش قاعد. مش قاعد. مش قاعد. من هنا. يا سنة سوخة. إسان. أمال أنا سيباك عندك يا راجل بتعمل إيه؟ روح يا شيخ منك لله. أشوفك يوم أنت وتوحيدة. بقى يا راجل. كده يضحكوا عليك؟ أه طبعاً. لقوك طيب استكردوك وضحكوا عليك. طب انا جايلك بكره. ما توجعش دماغي. خلاص سلام. اقفل السكه اقفلها. يا ساتر. هو مين ده بقى اللي هتروحي له بكره يا لواحظ؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ يا ستي انا لا بهرج ولا حاجه. انا لازم اسافر بكره البلد طوالي. الله يا اختي المنية توحيده سرقت من عندنا بطاطين استكوفي. قالوا تقول لي شوي شوف البجاحه ان دول بتوعي. بتوعها منين الوليه يا اختي؟ يا نهار ابيض على كده يا اخواتي. وانت عارفه شوقي لا بيحل ولا بيربط. رحت انا جايه له ايه؟ انا جايه هعمل ايه؟ والله تصدقي بالله تصدقي بالله ان انا اللي مستكفيه منك؟ يا شيخه حرام عليكي. انت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ بقى جايه امبارح وعايزه تمشي بكره وعشان ايه؟ بطتين مستكوفي؟ اقعدي. وانا يا اختي هجيب لك جوزين بط مستكوفي خديهم معاكي وانت مروحه. ولا مستكوفي ولا بلدي ولا فرنجي ولا بط ولا ويز. خوخه قومي وضي بالحاجه يلا عشان بكره نسافر بالسلام. برضو برضو يا لواحظ يا لواحظ عالي وبطلي سفر ايه وجنان ايه؟ انا لسه ما شبعتش منك ولا من العيال. يا اختي ما انت سامعه الكلام. ما انت شايفه الخيبه اللي في البلد. الله ما يعني يعني هو كل اللي بقوله ده ايه؟ الراجل عمال يسرق بيسرق بيسرق وبيضحك عليه. ما تقولي يا بيه انت مش قاعده قاعده كده اهو بتنسى معايا وبيفز يلا قدام الحاج. انا مش ماشي. هو جوزك عايزك انت ولا عايزني انا؟ شوف البيت. خلاص سيبيها لي سيبيها لي وانا هجيبها لك انا وحسين لغايه عندك. ايوه انا هرجع مع عم حسين وقت ما ارجع. الله الله والله تمرض فيك الربايه يا بنت بطني. ما هي بصراحه حاجه طمنت يا لواحظ. ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ انت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ جايه امبارح وعايزه تمشي بكره. هلا في ايه؟ انا مش بعتش من العيال. سيبيلي البيت والله قسما عظما لا هخش لك بيت ولا عايزاكي كمان تخشي لي بيت. هي نافعه اللي بتقولي ده؟ ايه اللي سمعتي يا لواحظ؟ ما هو مش معنى انك مطيوره عايزه الدنيا كلها تمشي وراكي. ها قلتي ايه؟ هتسيبيلي البيت ولا نقطع من بعض ونفضها سيره؟ لا خلاص. ايه
ايه يا ميمي ده؟ انا مش هاخد البضاعه دي. ليه بقى ان شاء الله؟ انا موعده الست اجيب لها قطن محلاوي وفسكوس منقوش ومنقط، اقول لها ايه دلوقتي؟ ما هو الشغل كده، لازم يبقى فيه حلو وفيه وحش. يا سلام، يعني انت عايز اشيل الشله دي كلها وانا عارفه ان نصها مش هيتباع؟ ما يا بنت الناس، لو الشغل الوحش ما اتحطش الحلو مش هيبان، انت اصلك جديده في الشغلانه. بص عليك يا ميمي، يعني لازم اوجع دراعي وقت ظهري واشيل الشله دي كلها واتبهدل؟ تمسكني بقى من ايديا اللي بتوجعني. بس هو الشغل كده يا وزه. طب ما ينفعش يعني الشغل يخف شويه عشان خاطر مصلحه صاحب الشغل؟ عشان خاطر سواد عيونك بس، مش هتبقى كل مره. الم البقجه يعني؟ لمي. بس اهم حاجه ما تبقيش كاش خالص، كله قسط. الله، وافقت الوليه عايز تدفع كاش، اقول لها ايه؟ اقول لها لا؟ اتحجج لها باي حاجه، قول لها صاحب المحل متخانقه معاه ومش عارف اورد له فلوس، خايف اشيل فلوس كتيره معايا وتروح البيت، اي حجه، المهم تبيعي قسط. انا عايز افهمك الشغلانه، القسط ده هو اللي بيجري رجل الزبون، يعني كل ما تروحي تحصل قسط تبيع لك حته او حتتين. ده في ناس بتبقى متاخره على القسط بتاعها وبتشتري عشان مكسوفه، وفي الاخر كله بيتباع والبضاعه ما تتركنش. اه فهم، ماشي، كله بالقسط يا اخويا ما تخافش. بقول لك ايه؟ خش هاتي السارك كده من المخزن لحسن نسيته. الايه؟ السارك جوه في المخزن هاتيه. سلمت الشوف يا اخويا. ما السارك اهو تحت البقجه. كده برضو يا ميمي؟ عليا انا الحركات دي؟ عايز تغرغر بيا؟ لا غرغر ولا حاجه، اعمل ايه بقى؟ ما انت مش عايزه تبصي لي بصه حتى وتبص على المخزن. يا ميمي يا ميمي قلت لك اصبر، الصبر جميل يا اخويا. حاضر. ادينا صابرين يا اختي. يلا اسق عجل انا بقى. سلام سلام. باي باي. تسلا. شكلك هتتعبيني قوي يا وز. انا بحبك قوي يا توها. انا ما عنديش اخوات بنات، اخواتي الولاد كلهم بيضايقوني بيرخموا عليا. انا كمان بحبك قوي يا رشا، بحبك زي ما تكوني اختي او كمان بنتي. بقول لك ايه، احكي لك حكايه. احكي لك حكايه ايوب ونعس. انت حكيتيها لي قبل كده. طيب احكي لك حكايه ابو زيد الهلال. ابو زيد الهلال يمين. طب احكي لك حكايه ايه؟ طب ما تحكي لي حكايه صعيدي. حكايه صعيدي؟ طب اسمعي يا ستي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بنت حلوة طالعة للدنيا، وكان عنديها غيط كبير. يا بنت، انت من ساعة ما جيت البيت مع جوز أختي وأنا ما قدرتش أشيل عينيا من عليكي، وقلت في بالي معقولة في بنت حلوة كده في الصعيد؟ بزيدك بقى يا سي حسني. بزيد ايه يا بت؟ انت ما عرفاش قيمة نفسك ولا ايه؟ ده انت احلى واحدة في الناحية دي كلاتها. صحيح والنبي يا سي حسني، انت شايفني احلى واحدة؟ وانا بس اللي شايف؟ ده الناس كلاتها شايفة وبيجوا يتقدموا لي، بس انا بقول انك مخطوبة. بس انا مش مخطوب. امال عايزاني اقوليها على البت اللي قلبي عشيها وهتجوزها؟ يا لهوي يا لهوي، بزيدك بقى يا سي حسني. أبوس على يدك، أنا جتتي بتتلبش بكلامك ده ومفصلي بتسي. أنا اللي جتتي قايدة نار. عاد الشر عليك، إن شاء الله عدوينك يا سي حسني. خايفة علي يا بت؟ أنا بديك بعيوني. تسلم لي عيونك. بس أنا مش محتاج عيونك دلوقتي. أنا عايزك تطفي النار اللي جايدة في جتتي لحد ما بيع المحصول وأجي أقدم لأبوكي. يعني ما فهماش حديثك ده؟ ما فهماش إيه؟ طب تعالي لما فهمك في ودنك.
انا جيت. الحمد لله على السلامه يا ماما. يعني سيادتك مأخراني كل ده على شغلي عشان في الاخر اوصلك مسافه العمرتين دول؟ واد مامتك كبرت، بعدين مش بقدر امشي. ربنا يديك الصحه يا ستي. اقول لك على حاجه، انا هرجع عقدك واوصلك انا البيت بنفسي بدل ما تمشي شويه المترين دول. يا سلام يا ابو دم خفيف. لا انا هقعد مع طنط عايده وبعدين اخدها ونتمشى لغايه النادي. انت بتزليني وكمان هتتمشى لغايه النادي؟ يعني بتتمشى وقت غريب وبتروحي نوادي؟ اه طبعا يا واد، وانت فاكرني كسحت ولا ايه؟ اه طبعا بتمشى وزي القرده كمان، بس بصراحه بقى بصراحه انا بحب اقعد معاك شويه يا اخي. عايز اقعد معاك يا ماما. انا بقعد معاك يا ماما، وانا ورايا حاجه غير الشغل وانتي؟ بعدين يعني انت بتحسسيني انا عندي 15 سنه بالحاجات اللي انت بتعمليها دي. يا قلبي انت طول عمرك هتبقى عندي عيل صغير، عمرك ما هتكبر في نظري. ماشي ماشي، بتحبي ناخد اي حاجه بقى لطنط واحنا رايحين؟ يعني ورد، بسبوسه، بتاع اي حاجه من الحاجات اللي بتتعمل دي؟ انت عامل فيك ايه؟ عامل فيك ايه؟ لا طبعا مش عايزين حاجه. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اسكتي اسكتي، ده انا عندي بقى بنت دلاله حظك حلو قوي، جايبه لي حاجات تحفه. ولسه في الكلام ده؟ دلاله ايه؟ انت والله العظيم فايقه ورايقه. يا اختي ما روقش ليه؟ البنات اتجوزتهم وعايشه بقى لنفسي وسبت الشغل كمان. انا مش فاهمه انت ليه سبت الشغل؟ انت عارفه لو كنت طلعتي معايش بعد 5 سنين كنت اخدت فلوس قد كده. يا اختي بلا وجع دماغ، وانا اصلا مش محتاجاه. يلا يلا تعالي تعالي اتفرجي تعالي. يلا يا ستي. اتفضلي يا حبيبتي. شوفي بقى يا وزه. ايوه يا مدام. تغريد دي صاحبه عمري، عايزاكي بقى تطلعي لها الحاجات الحلوه اللي انا اشتريت منها. اتفرجي. عينيا يا مدام. مع اني كنت بلم البضاعه عشان امشي، بس افردها تاني عشان خاطر عيون مدام تغريد. ميرسي يا حبيبتي. بصي بقى يا مدام، البضاعه دي كلها قطن العمريه، احسن قطن في البلد. هتلاقي كده عليها كنار ستان ومشغول يدوي. بصراحة أنا ما بحبش الحاجات بتاعتك. يا مدام بس شوفيها، أقسم بالله العظيم والنعمة يا مدام ما هتلاقي الحاجات دي في حتة تانية. الحاجات دي مش هتلاقيها لا في شاملة ولا في الصالون الأخضر. ده حتى الراجل اللي احنا بنشتغل معاه، احنا بناخد منه البضاعة، مدير شاملة ذات نفسه بيجي لغاية عنده ويقعد يترجاه عشان ياخد منه وهو ما بيرضاش. بصراحة حلوة. أمال الأشجان صاحبتك ما كانتش بتجيب الحاجات الحلوة دي ليه؟ يا مدام ده ذوق. البت أشجان ذوقها مش حلو. طب والله العظيم البضاعة دي بتبقى قدام عينيها وما بتاخدش منها. عارفة ليه؟ عشان ذوقها مش حلو زيي. بس أنا طول عمري وأنا صغيرة بيقولوا عليا قروبة وذوقي حلو. صدقيني كمان عندي حاجات حلوة أوي. بيجامات ساتان وقمصان نوم ساتان هتعجبك أوي. لا 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 بصراحة أنا ما بحبش الحاجات بتاعتكم. ليه يا مدام؟ دي الحاجات دي في منها بواقي تصدير من بورسعيد. لا 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 بقول لك إيه، وهجيب لي سيرة بورسعيد. أنا في مرة واحدة جابت لي حاجات من بورسعيد طلعت مستعملة، رميتها في وشها. إلا شغلي يا مدام، بعدين أنا أجيب برضو مستعمل؟ ده نعرف كل الخناديق اللي هناك. أنا يا مدام بشتغل الشغلانة دي من زمان، كنت بشتغل زمان مع طليه، إلهي يكحمه. والنبي دمه خفيف يا مدام. بس هو عشان كان بورسعيدي علمني فين الخنازيق بقى اللي بيبيعوا فيها البضاعه الحلوه النظيفه. شوفي بس وهيعجبك حاجات كتيره حلوه. تشربي قهوه يا تغريد؟ عندك بن محول؟ اه يا حبيبتي عندي. بس بقى سيبي القهوه عليا، انا هعمل لك حته دين فنجان عمرك ما شربتيه في حياتك. اصل انا ابويا كان قهواجي. اتفرجي انت بقى براحتك ونقي وانا هعمل لكم القهوه. فين المطبخ بقى؟ من هنا يا حبيبتي، انا قهوتي زياده وانا مظبوط. عينيا الاثنين. عسولة قوي. دمها خفيف. وريني كده بقى. اتفرجي. يعني انت جايباني هنا تاني معاكي عشان اشتغل خدامه؟ يا بنت ما بقاش اسمها خدامه، اسمها مدبره منزل. مدبره منزل، مدبره قصر، اسمها خدامه. ومالها بقى الخدامه يا خوخه؟ ما انا خدامه اهو يا اختي وزي الفل. لو النعمه الشريفه مقصود ما تزعليش يعني، بس انا يعني عمري ما فكرت ان انا اخدم في بيت حد. وبعدين فهميني. ازاي بقى اشتغل هنا وانا كلها جمعه وراجعه المنصوره تاني؟ هفهمك. اخت مدام دريه طالبه حد يساعدها في البيت بس ما لقتش، فانا قلت طالما انت قاعده الفتره دي هنا يبقى تشتغل اهو، منك تتسلي ومنك بيت تطلع لك قرشين حلوين. كوبايه ميه يا فدوى. حاضر يا بت. يا بت دول قرشين حلوين يطلعي بيهم اهو، تاخدي المبلغ الكبير ده تجيبي لي بيهم هجمتين حلوين بدل ياخدي الهلهلي اللي انت لابساها دي. انا حاسه يا بت انك طالعه من فيلم ابيض واسود. وحشه؟ والنعمه الشريفه وحشه؟ ده انا جايباها من لوكازيون من الماركه. يا لهوي دي وحشه قوي يا خوخه. اسمعي بس انت كلامي كده وانا هنقي لك بقى طقمين حلوين تنزلي بقى بيهم المنصوره كده وتتدلعي، وهتلاقي المنصوره دي كلها وقفت على جمالك وحلاوتك.
ها قلتي ايه؟ كوبايتين ميه يا فدوى تاني. حاضر. حكايه العيال العطشانه مع الميه دي، وهي لو الشغلانه كل شويه اسقيهم ميه يبقى مفيش اسهل منها. بصي بقى يا ست عايده، انت يا اختي كنت في سكه سفر طويله وصرفتي فيها فلوس كتير قوي، بس ما تخافيش يا اختي السكه لسه مفتوحه وهتجيلك صوره فلوس قد كده تعوضي كل اللي انت صرفتيه. ايه التخريف ده؟ كل ده موجود في الفنجان ده؟ امال ايه؟ كله موجود اهو، بصي مرسوم. فعلا يا تغريد، انا لسه راجعه من سفر وصرفت فيه فلوس كتير قوي. انت مش كنتي بتصيفي؟ اه يا حبيبتي. طب ما خلاص الناس كلها بتصيف وبعد شويه داخل المدارس، يعني عادي جدا ان كل الناس تصرف، ايه في ايه بقى؟ مش محتاجه فكاكه يعني. يا مدام تغريد، ده علم ومذكور مش اي حد يعرفه. يا سلام، يعني انت اللي شغاله دلاله هتعرفيه؟ بصي بقى يا مدام، كل واحد فينا ربنا اداله 24 قيراط، يعني احنا الثلاثه كده متساويين، بس حد ممكن ياخدهم أربعة صحة، ست عيال، خمسة فلوس، أربعة جاه. بصوا بقى انتوا بقى الاتنين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبقولها من قلبي والله ما بحسدكم، مديكوا الأربعة وعشرين قيراط فلوس بس والنبي ما بحسد. أما احنا بقى الغلابة ربنا بيدينا حاجات تانية زي علم الغيب مثلا ولا قراية الفنجان. ايه بنت الفصاحة دي كلها؟ أعجبك صح؟ أوي. طب تصدقي وتأمني بإيه؟ أنا ممكن أقرأ لك الكف. لا 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 لا، ماليش في الموضوع بتاعكوا ده، لا ابعدي عني. طب سيبيني بس أقراه. لو ما صدقتنيش أدينا بنتسلى. بتديها بقى ما تكسفهاش. هاتي يا مدام تغريد. وبعدين هتقولي لي إن في سكة سفر صح؟ يا مدام حياتنا كلها سكك، منهم سكة سفر وسكة عيال وسكة رزق وسكة جواز. يا سلام، انتي صحيح شايفة حاجة ولا بتألفي من دماغي؟ اهو يا مدام واضح وموجود قدامي السكة اهي. اوعي يا بنت اوعي كده، يلا يا ماما عندنا مشاوير. صدقي انا نسيت، الناس مستنيينا في النادي. شوفي بقى وزة هتعدي عليا امتى؟ الوقت اللي تشوفيه يا مدام، شوفي انتي فاضية امتى وانا اجيلك اخد منك القسط واجيب لك شغل جديد. طب يا حبيبتي اول ما تجهزي بيعدي في اي وقت انا موجودة. عينيا الاتنين، بس بقول لكم ايه، اوعي تنسون اي حد عايز يقرا الكاف او الفنجان قولوا بس يا وزة. ماشي يا وزة. وزة وبطة. ماشي يا حلوة، يلا مع السلامة. يلا كتبكم العافية. سلام عليكم. هتنسونيش بقى؟ لا مش هنساك، مع السلامة. يلا سلام عليكم. حضانة ايه في زفت ايه يا بنت؟ بصي بس يا خالتي، الحضانة العيال كترت فيها، هما كده كده محتاجين حد يساعدني، فأنا قلت ايه بقى؟ ننفع الغريب ولا ننفع القريب؟ لا طبعا القريب، وهي موجودة تساعدني. ايوه يا حبيبتي، بس دي اسبوع 10 ايام وراجعة بلدهم تاني. وليه عايزين اقعد الاسبوع 10 ايام في البيت؟ وبعدين تبقى فرصة كده ان انا اشوف الدنيا واخد ودي كده مع خلق الله، وبعدين انا بحب العيال الصغيرة جو. ما عندناش بنات تقابل اغراب ولا تختلط بيهم. مش هتكلم حد. انتي اصلك ما تعرفيش لواحظ دي تقرقشنا بسنانها. مين هيقول لها؟ مين هيقول لها؟ انت هتقولي لها ولا انا هقول؟ انت هتقولي لها؟ بصراحه ما اعرفش. لا ما حدش هيقول لها. والنبي يا خالتي بقى والنبي. خلاص 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 يا بنت اخت، هعمل ايه؟ بس استني الاول، هتبقى تحت عينك ولا تروح كده ولا كده؟ والله هتبقى في عيوني. خلاص ماشي موافقه، امري لله يا خوخه يا بنت اختي. خلاص خلاص. حبيبتي يا خالتي ربنا يخليك ليا. بص البنت، بص البنت، بص بتعمل ايه؟ عارفه ان انا بحبها وضعيفه قدامها. جمر جدك يا خوخه. انا جايبه لك حاجه المره دي بقى ايه مختلفه، ما تقوليش. بصي بصي شوفي الترتر بتاعها تحفه. مش حلو، مش عاجباكي؟ طب بصي انا شايله لك حاجه ثانيه على جنب عشانك انت بس، والله جايبه لك انت بس. هي راحت اهي. بصي القماشه تحفه، بصي الكناره، بصي معموله ازاي، برضه مش حلوه. لا يا اشجي انت ذوقك بقى وحش كده ليه؟ الله، دي صاحبتك وزه ذوقها تحفه، ولسه جايبه لي شويه حاجات، انما ايه بقى ما اقولكيش. هي وزه كانت هنا بنت، انما ايه لهلوبه، عرفت ذوقي خلاص وبتجيب لي الحاجات اللي بتعجبني دي، حتى لسه نازله من عندي من شويه. والنبي هي وزه بتجيلك كتير بقى على كده؟ بتجيب لي حاجات حلوه كتير معاها وبتعدي عليا. خليكي بقى شاطره كده وعدي عليا وجيبي لي حاجات حلوه. لا والله لا تشطر واجيب لك حاجات زي الفل، بس يعني عادي انا وزه واحد، ربنا يعطينا زيها بقى ان شاء الله. تمام كده يا توحه. بص بقى يا ستي،
انت ليك عندي شغلانه معتبره. صحيح يا عم ابو الكوامل، والله اللي يبقى لك عندي الحلاوه. ايه رايك هشغلك هاوس كيبر؟ موافقه. موافقه، بس المهم بقى انك انت تنسي اللهجه الصعيدي دي، لان عدم مؤاخذه بنتي الناس هنا نصهم مش هيفهموا اللهجه الصعيدي دي، والنص التاني هيتريق عليكي. حلها انك تتعلمي تتكلمي زينا كده عادي. حاضر. وفي طلب تاني صغير كده، عدم المؤاخذه يعني، بلاش يعني الملس اللي انت لابسه ده، البسي حاجه كده روشه، جيبه وبلوزه مثلا. حاضر. طيب يا ستي، بصي بقى يا ستي، الحكاومة فيها ان انت هتشتغلي عند ناس معارفين، أسرة عربية كده بتيجي تقعد هنا كام يوم كل سنة كده، هتشتغل عندهم، هما بيبقوا محتاجين يعني واحدة مديرة منزل كده. خدامة؟ يا أختي لا بنت، هتشتغل مديرة فندق ولا مضيفة الطيران. آه يا أختي، بس مش أي خدامة بقى، عند الحبايب. هيبقى عندك أوضة بنت أكبر من بيت كل اللي أنت قاعدة فيه ده، هيبقى عندك حمام لوحدك، قسما بجلال الله هتستخسري تعملي فيه حاجه من نظافته. موافقه. تاني تاني هترطني لي صعيدي؟ بصي بقى، الحكايه وما فيها ان الشغلانه اللي انت هتبقي فيها دي شغلانه طياري كده، لغايه ما اجيب لك بقى شغلانه دايمه. وبعدين ما دام اللي وجه الله، بس عايزك تحط في اعتبارك الفلوس اللي هتاخديها في الشهر ده انا ليا نصها. يا لهوي، حرام عليك، تاخد مني نص الفلوس؟ اه اخد منك نص الفلوس، امال ايه؟ انت هتنكفيني من اولها ولا ايه؟ بص يا بنت الناس، اللي عايز يشتغل في البلد دي وفي المنطقه دي ما يقولش بيم. خلاص بيم بيم. يا اختي عسل يا بنت، وكمان بتهزري ليه؟ لو انت فاكرني مقفله ولا ايه؟ طب بص بقى، ما دام مش مقفله عايزك تفتحي لي ودانك كويس قوي، وتسمعي الكلمتين اللي هقولهم لك دول وتحطيهم على قف ودنك. حاضر. العيله دي تهمني قوي، عايزك تتعاملي معهم كل اللي يطلبوه منك اوامر، كل اللي يطلبوه مهما كان اوامر. اوعى تزعليهم، لان اللي يزعلهم يزعلني، وانت ما تعرفيش زعلي بقى بنت الناس انا زعلي وحش. لا ربنا ما يجيب زعل، بس يعني كان لي عندك سؤال. الا وهو، هو انا هبقيت عنديهم؟ لا مش لازم يعني، بس ليه؟ عشان اختي الصغيره رشا ببات جنبيها يعني، وما بتعرفش تنام الا لما برجع البيت. طب ما تعتبريني رشا، ده نبتدي نقلب من دلوقتي. طب خلاص خلاص اقعدي، خلص اللي في ايدي واوديكي. واشتغلتي قبل كده فين يا خوخة؟ لا دي اول مره تخدم يا هان. سيبيها هي اللي ترد يا فدوى. حاضر يا هان. يعني دي اول مره يا خوخة؟ ايوه صحت. طيب كويس. بصي بقى يا ستي، انا اهم حاجه عندي النظافه والامانه. انا هجربك اسبوع اسبوع بس، مفيش غيره، بس بعد كده هوت لو عجبتيني وطلعتي شاطره هديكي مرتب هايل. قلتي ايه؟ وهي تقدر تقول حاجه يا هانم، وبعدين يعني ما تقلقيش من موضوع النظافه ولا الامانه، انا اضمنها لك. اه يا بت، ما انا قلت لك سيبيها هي اللي ترد. حاضر انا اسفه. قلتي ايه يا اخوك؟ اللي تشوفيه مدام. طيب اتفقنا، يبقى انت كل يوم هتجيلي الصبح بدري وتمشي على اخر النهار، اوكي؟ حاضر. قولي لي بقى، بتعرفي تعملي سويت وشاطره زي فدوى ولا خايبه؟ ايه السويت دي؟ يا بنت الحلاوه الحلاوه. ده انا احسن واحده في البلد عندنا بنعملها، مفيش عروسه بتعدي من تحت ايدي، بعملها من غير ولا تسيح ولا تسكر ولا تفرط، وبعملها بالعسل الاسود كمان. ايه ده؟ هي تنفع بالعسل الاسود؟ دي احسن من السكر والليمون بكتير. دي بتشد مني وتمط كده فشلش ضعها البال. طب ازاي دي؟ احكي لي يا خوخ. بتحطي العسل الاسود على النار لغايه ما يفور، وتاخدي شويه كده تحطيهم في الطبق لغايه ما تمسك، تمسك كده زي العجينه، تعرفي بقى انها استوت، واديله بقى اديله. الله يا بت، ده انت طلعتي شاطره وقروبه واحسن من البت فدوى الخايبه دي. ماما ماما ماما، وانتوا بتقولوا ايه؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ طب يعني ايه الحلاوه دي؟ امشي اطلع بره. يعني ايه؟ امشي يا ولد. يلا امشي امشي، روح تعالى انا زهقت بقى. تشتغلي تشتغلي يا حلوة يلي قومي استحمي، حلفت ما استحمى يا بيه اللي انجابولي بوستان لميه، امشي وقت ما اختار لك بيه واغني للي شغلي قلبي. تشتغلي تشتغلي يا حلوة يا خوخة قومي استحمي.
حلفت ما استحمى يا بيه اللي جابولي فستان لميه امشي واتمفتر لك بيه ما غني مني شغل لي قلبي اشتغلني قلبي اشتغلني يا حلوه ياللي جولي استحمى حلفت ما استحمى يا بيه. لو حطينا ده على الشكل ده هيطلع الشكل ده، شايفه ولا لا؟ شايف. فاهم يعني؟ كنت عاوزاكي في كلمتين يا خاله. حلوه قوي خاله دي، روح كمل مذاكرتك جوه. ايه يا اختي انت مصغره روحك ولا ايه؟ نعم. عايزه ايه؟ انا كنت عاوزه اشتغل. ما انت يا اختي بتشتغلي هنا. لا ما اقصدش، اقصد عاوزه اشتغل بفلوس. نعم يا روح امك، قالوا لك عليا ان انا فاتحه تكيه ولا ايه؟ ما تشغلها هنا بنومتك واكلك. لا انا ما اقصدش، انا اقصد عاوز اشتغل بمرتب واقبض كويس. بالنص. هو ايه حكايه بالنص في البلد دي؟ ما هو القوالب نامت والانصاص قامت. انا جالي شغل عند ناس عرب كويسين. بتكلمي بجد يا بيت؟ دول بيدفعوا فلوس كويس قوي، انا موافقه، بس زي ما قلت لك بالنص. ماشي. وبعدين يا حبيبتي الاوله شرط اخره نور، ترجعي هنا تنظفي البيت. انا خلاص ايدي نعمت وما بقتش قادره على شغل البيت، كفايه عليا شغل المستشفى وغيارات معتمد. ربنا يخليهم لك. اللي هم ايه؟ المستشفى وغيارات معتمد. الله، ده احنا شمنا نفسنا على الاخر وبقينا بنتمقلس. طب اوعي بقى خلينا شم نفسي في البلكونه شويه. روح يا اختي لما نشوف هنكسب من وراك قد ايه.